اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الحواريه في برنامج الترند. والنهارده موعدنا مع فقره الصحافه وما يكتب في الصحافه ورؤيه النقاد الرياضيين للاحداث الجاريه في الوسط الرياضي وما اكثرها احداث كثيره وعديده. ولكن قبل ما ابدا الترحيب بضيف النهارده اكيد لازم اكد لحضراتكم ان القرعه قرعه مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه يوم 5 ديسمبر باذن الله الساعه 8 بتوقيت مصر. ان شاء الله باذن الله القرعه هتكون الساعه 8 مساء بتوقيت القاهرة وهتكون الساعة 1 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي. إن شاء الله بإذن الله يكون في حضور لمسؤول من النادي الأهلي، أكيد هنشوف القرعة تفاصيلها تصنيف الأهلي، كل ده هنستعرضه بإذن الله في الحلقات اللي جاية. ولكن عشان وقت الحلقة والبرنامج لازم في البداية أرحب بالكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ عبد الحكيم أبو علم اللي بينورنا النهاردة لأول مرة في برنامج الترند. أستاذ عبد الحكيم منور الدنيا وسعداء بوجودك معنا. أنا اللي سعيد يا محمد ومبروك عودة البرنامج بالشكل الجديد ودايما موفق ومتألق وانفرادات رائعة بصراحة. الله يخليك. طيب أبدأ معاك بقى بالانفراد اللي احنا اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات، قرعة مونديال أندية في أمريكا يوم 5/12، إحساسك كده بخبر زي ده والأهلي بيمثل مصر والكرة الأفريقية في حدث زي ده في ميامي؟ خلينا يا أستاذ محمد نتكلم على قبل ما نتكلم على القرعة نتكلم على الصورة الذهنية اللي أنت بتصدرها عن الرياضة المصرية لما أنت تتكلم في حدث زي قرعة كأس العالم للأندية زي كأس العالم للأندية. بص الصورة لما أنت بتتكلم عن إن قرعة كأس العالم للأندية وتحط مثلا أي خليك مثلا لو أنت في سايت عربي أو موقع عربي أو وسيلة إعلامية عربية بيتحط لك مثلا على رأسهم الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، دي الصورة الذهنية اللي أنت بتقدمها عن الرياضة للرياضة المصرية. الصورة المصرية للنادي الأهلي موجود في أول نسخة لكأس العالم للأندية 2025، موجود في الأدوار الإقصائية لبطولة الإنتركونتيننتال، وبكرة في مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل في العاصمة القطرية الدوحة، والمهندس سمير عدلي موجود ممثلا للنادي الأهلي. دي الصورة الذهنية اللي أنت بتقدمها عن الرياضة المصرية، فالنادي الأهلي هو خير ممثل للكرة المصرية. طبعا مش عايز أقول لك إن احنا المفروض كرياضة مصرية بقى عندنا فخر شديد جدا بالنادي الأهلي والمؤسسة والمنظومة اللي هي بقت دلوقتي موجودة على الساحة العالمية في كل البطولات أو في آخر على الأقل مثلا لو بنتكلم 4 أو 5 نسخ موجود النادي الأهلي بشكل دائم، سواء كأس العالم للأندية بشكله القديم أو حتى بالبطولة الاستثنائية الانتر كونتيننتال أو حتى بأول نسخة بـ 32 فريق. وعايز الناس تتخيل بس كده لو النادي الأهلي مش موجود، يعني لو النادي الأهلي مش موجود في مشهد الرياضة المصرية كنت هتشوف البطولة اللي جاية بمين؟ مشاركة مين في أفريقيا؟ لو الناس متخيلة إن في نادي من مصر كان هيبقى موجود تبقى انت واهم، تبقى انت لا هتبقى واهم، لا هتبقى عايش في وهم، مش قصه صعبه، هتبقى عايش في وهم. انت دلوقتي الترجي، سان داونز، الوداد، لو في نادي رابع هيبقى بعدهم ممكن تلاقي مازيمبي، تلاقي الرجاء، تلاقي انديه تانية، مش هتلاقي اي نادي من مصر. فدي الحاجه اللي انت بدل ما انت تدعم النادي الاهلي على تفوقه على انه بيقدم لك رياضه، النادي الاهلي لما يبقى موجود في امريكا يا استاذ محمد مش هيتقال النادي الاهلي القاهره او نادي الاهلي الجزيره او نادي الاهلي بطل القرن زي ما احنا عارفين، هيتقال النادي الاهلي المصري. اتمنى ان احنا يبقى عندنا مسؤولين قبل الجماهير، لان الجماهير على فكره حتى لو منتمي للانديه ونفسي عارفه كويس جدا قيمه النادي المنافس بتاعهم، لكن اتمنى يبقى عندنا مسؤولين مقدرين قيمه النادي الاهلي والصوره الذهنيه والقوه. زي ما بنقول على محمد صلاح هو قوه ناعمه للرياضه المصريه، النادي الاهلي هو قوه ناعمه اهم بكتير كمان للرياضه المصريه او لمصر بشكل عام كمان. طب تتوقع ان يكون في حد من الجهاز الفني او على المستوى الرسمي كمجلس اداره يكون حاضر مراسم القرعه، خاصه ان جايه في توقيت برضه 5 ديسمبر وانت عندك ماتش في جوهانسبرج يوم 7 ديسمبر مع اورلاندو بايرتس؟ لا هو المفروض لو انت بتتكلم مش ممكن مش من جهاز الفني، ممكن المهندس خالد مرتجى، المهندس خالد مرتجى هو اللي متولي الملفات دي امين صندوق النادي الاهلي، لكن انا اتوقع ان هي تبقى صعبه، يعني مثلا حد يسافر لان امريكا المسافه بعيده، لكن اتوقع لو في حد هيروح يبقى المهندس خالد مرتجي لان هو المتولي الملفات دي، لان الجهاز الفني حتى بعيدا عن المباراه دي هيبقى عنده ارتباطات كتيره جدا، انت بتتكلم دوري افريقيا انتر كونتيننتال، ففي ارتباطات كتيره جدا هتبقى صعبه، ورحله امريكا دي مش رحله سهله ان انت مثلا الجزائر مثلا 24 ساعه تروح وتيجي، لا ده مشوار بعيد جدا فصعب. اعتقد لو كان حد هيحضر مسؤولنا الانديه بالمهندس خالد مرتجى او الكابتن محمود الخطيب. طبعا عايز كمان اكد لحضراتكم ان مراسم القرعه هتذاع، مش هيكون فيها تشفير ولا فيها حقوق حصريه، قرعه مونديال الانديه في امريكا حسب اتصالاتي مع المسؤولين في الاتحاد الدولي هو مدي القرعه لكل الناس، ممكن يبقى فيه بث مباشر اذاعات على الهواء مباشره، ما فيش اي مشاكل، فالقرعه هتتشاف بقى بتفاصيل بحاجات حلوه اكيد بنشوفها في الفتره اللي جايه. اعتقد حدث استثنائي ما ينفعش يعدي كده. لا طبعا حدث استثنائي وحدث مهم جدا وحدث نتمنى ان ياخد حقه في الـ في, الـ في الـ بدل ما احنا ماسكين في حاجات سلبيه، ماسكين في حكام، ماسكين في تسريبات، ماسكين في سلبيات، ماسكين ما لك في السلبيات دي دلوقتي ماسكين في ديون، ماسكين في قضايا، ماسكين في حاجات كتيره جدا، نتكلم عن حاجات ايجابيه، حاجات تبقى صوره حلوه للرياضه المصريه. طب احنا كده مش هنتكلم في الحاجات التانية يعني ولا ايه؟ لا نتكلم طبعا، نتكلم برضه ده هو الاساس طبعا. طب عايز اسالك على التحكيم،
شايف منظومة التحكيم والمشاكل اللي موجودة الفترة الأخيرة ومحادثات الفار وتغيير اللجنة وتعيين اللجنة، شايف الموضوع إزاي؟ وأنت برضو بيبقى عندك كواليس وتفاصيل من خلال اتحاد الكورة. طيب خليني بس قبل ما أروح لموضوع اتحاد الكورة عايز أتكلم دقيقة واحدة بس. أنا عايزك تفتكر مباراة الزمالك والبنك الأهلي كانت يوم إيه؟ أو يوم كام؟ يعني بنتكلم 10 أيام دلوقتي. طيب 10 أيام، قبل 10 أيام دول كان العالم كله بيتكلم عنك، وسائل الإعلام العربية والعالمية بتتكلم عن الرياضة المصرية، تقول لك إيه؟ تقول لك ودي أخبارك أنت. تقول لك قرعة كأس العالم للأندية ستقام في شهر ديسمبر بمشاركة الأهلي المصري. بتقول لك إن الاتحاد الدولي لكرة القدم طلع لائحة كأس العالم للأندية والحضور قبل البطولة بخمس أيام والعدد اللاعبين في القائم إيه؟ وكل ده بمشاركة النادي. بتقول لك إن النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية هتيجي مصر يوم 14 فبراير. والنادي الاهلي بيعد برنامج بالتجهيز مع جهاز الدوله ان ممكن تستفيد سياحياً وحاجات زي كده ان انت تروج لمصر وكل ده باسم النادي الاهلي. بتتكلم عن النادي الاهلي وفد من عنده يسافر للدوحه للترتيب لمشاركه، بتتكلم عن ده الصوره الذهنيه اللي كانت عندك في الرياضه المصريه قبل الواقعه دي. تخيل بس، حط شرطه كده وبص للصوره الذهنيه اللي بعد كده اللي بتتصدر عنك لوسائل الاعلام على مستوى العالم العربي، وعلى فكره على مستوى العالم العالمي. لو تفتكر احنا عايشين في معزل تبقى احنا مش فاهم دلوقتي الناس كلها بتتكلم ايه، تسريب مش عارف مين، محمد عادل، اخطاء تحكيميه، اقاله لجنه حكام، دي الصوره الذهنيه اللي بقت عنك بره. هل هناك رجل رشيد يعي الصوره الذهنيه اللي كانت قبله والصوره الذهنيه اللي بعد؟ لا. لو انت عايز تعدل حال الرياضه في مصر ده اهم بكتير جدا على فكره. صورتك الذهنيه مهمه جدا بره. الصوره اللي كان النادي الاهلي مقدمها لك بالاخبار اللي بقول لك عليها دي، لما تيجي تقلبها 180 درجه، او مش 180 درجه بس، انت احكام مش عارف مليون دولار، مدرب يجي ياخد من اتنين انديه من ناديين عندك مليون و400 الف دولار احكام في الفيفا، مفيش حد بيتكلم. دي صوره ذهنيه اللي بتصدر عليك بره. سلبيه، صوره سلبيه جدا. مدرب يجي ياخد يشتغل عندك ياخد منك 950 وياخد منك 500. فادي الصوره، فادي اول نقطه. ده شاطر قوي. ايه ده شاطر قوي جدا. والمشكله الكبرى العبد الله مثلا اتكلم في القصه دي من زمان وقلت له يا جماعه الموضوع هيزيد وهيتضاعف، مفيش حد محدش بيهتم يا استاذ محمد. لكن انا ما يهمنيش الانديه وما يهمنيش سلوك الانديه وما يهمنيش سلوك المدربين، انا يهمني المسؤولين اللي المفروض تحافظ على صوره الرياضه المصريه. ومحدش يقول لي ما ينفعش اتدخل، ما حدش يقول اسمه تدخل، لا مش اسمه تدخل. طب ما اللي ما فيش تدخل، ما انتوا بتقعدوا وبتتكلموا، لان دي صوره مصر، صوره بلد. قصه لما تيجي تقول لي انا ما اتدخلش مثلا في انديه في جمعيات عموميه، لكن دي صوره بلد، الصوره اللي تتصدر البلد دي صوره مهمه جدا يا استاذ محمد. لما كره القدم في مصر كانت كويسه في 6 و8 و10، النادي الاهلي ومنتخب مصر، لما النادي كان بياخد دوري الابطال الفتره دي كلها، انت كنت بتلاقي سوق المدربين المصريين بيشتغلوا في الدول العربيه، كنت بتلاقي رئيس لجنه حكام موجود في دوله عربيه، كنت بتلاقي لاعبين موجودين في الدول العربيه. تعال شوف الصوره دلوقتي، كم مدرب اسم معروف بيشتغل في الدول العربيه يا استاذ محمد؟ زيرو. كم حكم، بعيدا عن انت عامل بروتوكولات مع الجزائر وتونس انت ممكن تودي طاقم تحكيمي، كم حد دوله عربيه بتاخد من عندك حكام؟ فالصورة الذهنية مهمة جدا والمسؤول لازم تعي الموضوع ده. نروح لموضوع الحكام. أنا ضد الإساءة لأي حكم ما لم تثبت إدانته. يعني دلوقتي الكابتن محمد عادل مقدم بلاغات في النيابة. أنا الجزء ده مش عايز أروح فيه لأنه منظور أمام القضاء. في جهات تحقيق فخلاص ده شأن احترامها طبعا، احترامها الكامل. لكن الصورة الذهنية، أنا هنا بس جملة. في الرياضة كلها الشق الوحيد اللي بيتقال عليهم أسرة هي التحكيم. يعني يقول لك ايه اللفظ اسره التحكيم، واسره التحكيم الوحيده دي اللي بتقطع في بعض ومش فاهمها ازاي، مش فاهم اللوغاريتم ده ازاي. يعني مثلا لما تيجي تبص مثلا لعيبه الكوره عمرهم ما يقولوا اسره كره القدم، المسابقات عمرهم يقول لك اسره المسابقات، لكن الجهه الوحيده اللي موجوده الحكام. الحكام بتسرب لبعض، الحكام بتقطع في بعض. طب فهمونا يا جماعه، جه رئيس لجنه حكام اجنبي له ما له عليه ما عليه كلاتنبرج وبريرا، انتوا اللي طلعتوا كنتوا بتهاجموه، يعني كابتن عصام عبد الفتاح وكابتن جمال غندور وغيره بيهاجموه ليلا نهارا. طيب يمشي ده، يجي المصري، يجي المصري نسرب، يجي المصري نطلع اخطاء. طيب احنا عايزين ايه؟ يعني الخلاصه بتاعت الموضوع، انا هنا مش هلوم على نادي مثلا ورغم ان ده غلط، بس مش هلوم على نادي بيمارس ضغوطا ما على حكم او على تحكيم. انا الوم المنظومه، الوم انا هروح كل الموضوع يا استاذ محمد على طول لمين؟ للتوب اللي ما بيوفرش الاجواء، اللي ما بيدينيش. انا جبت واحد رئيس لجنه حكام اجنبي بيقول لك طب هي فشلت التجربه، فشلت ليه؟ اولا هو اختار غلط، ثانيا ما ادالوش الدعم الكامل، وغير ما ادالوش انت اسره التحكيم بتحاربه، ده دي حاجه اساسيه. ده يعني النهارده انت بتحاربه، انت دلوقتي النهارده رافضين اصلا يجي خبير اجنبي. طيب انت اللي عايز خبير اجنبي، ولما يجي المصري شغال انت قطعه فيه. طب المطلوب ايه في الاخر؟ يعني نقول المطلوب ايه في الاخر؟ نفتح الشباك ولا نقفله؟
والمشكله الكبرى يقول لك ايه؟ هو نفسه رئيس لجنه الحكام الاجنبي، ما احنا جبنا اجنبي وفشل. ما انت اللي فشلته، هو مين اللي فشله؟ بس قول لي مين اللي فشله؟ نفس المجموعه. وبعدين النقطه الثانيه، في انديه معينه بترفض فكره استقدام رئيس لجنه حكام اجنبي. دي اللي غريبه بقى بالنسبه لي. على فكره بدا الالغوريتم غريب، يعني انت جايب خبير اجنبي لانه عنصر محايد، لا يعرف اهلي ولا زمالك، لا يعرف احمر ولا اصفر ولا اسود. تعترض ليه؟ عشان حضرتك مثلا ما بعرفش اتواصل معاه. مش اتقالت بوضوح كده؟ اتقالت قبل كده. مش اتقالت بوضوح ما بعرفش اتواصل معاه. هو يتواصل مع الحكام ليه؟ عشان اعرف الراجل اللي جاي مين. بص يا استاذ محمد، اللي بيحصل في التحكيم ده نتاج سنين، مش نتاج امبارح ولا اول امبارح ولا اول، نتاج سلوكيات خاطئه من 2017 او 2016. اتفعل كل شيء في التحكيم داخليا، من داخل المنظومه ومن خارج المنظومه. طب اسالك على اتحاد الكوره، قرار اتحاد الكوره، موقف اتحاد الكوره في القضيه دي كان شايفها ازاي؟ انا مش عايز برضو اصلا، بس حاجه مهمه جدا في الموضوع، انت تعالى قول لي دلوقتي اتحاد الكوره يجي يقول لك اذيع التسريب، طب هو القرار ده قرار مين؟ لجنه حكام. يعني انت لو عايز تقول لي انا اذيع النسخه الاصليه، قرار لجنه حكام. فانا هنا مش صاحب قرار. طب هل النسخه بتيجي لاتحاد الكوره؟ لا، بتيجي للجنه. بتيجي للجنه واتحاد الكره لا يطلع عليها. اكيد. حلو، يبقى انا دلوقتي انا حولت الموضوع تحقيق. هو الغلط اللي يلام فيه ان انت ما اعلنتش مبكرا من بدايه الازمه، نتائج بدري بدري، ان انت حلت الموضوع للتحقيق. كنت المفروض الحكم لغايه لما راح للجنه. الماتش الجمعه انا الواقع حصلت السبت او حصل الحد تقريبا، يعني الكلام بدا السبت بعد الماتش ب 24 ساعه. المفروض يوم الاحد بعد كده جلسه استماع حصلت يوم الاحد. اطلع انا يوم جلسه التسريب طلع يوم الاثنين. يوم لا جلسه استماع يوم الاحد، لا ما استناش التسريب، جلسه الاستماع دي يوم الاحد، بعديها اطلع احاله الموضوع للتحقيق او تم التحقيق والموضوع مطروح. تاني يوم التسريب اطلع بقى اكمل ان كل ده يا باشا كذا. دي الجزء الوحيد اللي تلومه، لكن انت لما تيجي تبص الملف كله ما ينفعش تقول ان انا اطلع تسريب. طب هو بالمنطق وبالعقل قد الامان انت الحكم لو انا هطلع لك ما من ساعتها ما حدش بيروح للفار ولا هيقدر يروح للفار. يعني حتى خطوط التسلل ما بتترسمش طبعا طبعا. وعلى فكره انا بقول لك اهو 50 60 ان لم يكن 80% عارفين المضمون رايح فين وجاي منين والخريطه اولها فين واخرها منين. بس كله يعني انا عايز اقول لك النهارده كنت بتكلم مع مسؤولين في الاتحاد الافريقي عشان اجيب تعيينات الماتشات اللي احنا النهارده الحمد لله يعني انفردنا بيها وكشفنا عن كل المباريات سواء للاهلي او حتى للحكام المصريين. فلما لقيت الكابتن محمد عادل في ماتش سان داونز انا توقعت هيبقى في ايقاف حتى مش معلن، فقلت اسال في التفاصيل. لقيت الناس بتقول لي انتوا بتتناقشوا على مناقشه، يعني انتوا بتتكلموا وعاملين موضوع على مناقشه، فين القرار اللي اتقال في المحادثه عشان انا كمسؤول على المستوى القاري او على مستوى الزون احاسب الحكم ده ما استعينش بيه لان هو اخطا خطا جسيم مثلا في مباراه محليه؟ قلت له يعني اللي اتعرض، قال لي كل دي مناقشه، فين القرار اللي قاله في التقنيه؟ البروتوكول بيقول ان الحكم يناقش ويبلغ حكم الفار بقراره، فين بقى القرار؟ قلت له لا ما طلعش. قال لي طب خلاص فين الموضوع؟ بص اديك انت قلت حته حلوه، في 40 50 ثانيه طايرين، فين ال 40 وايه الهدف ان انت تطلعه؟ انك تطلعه شيء. بص يا استاذ محمد، وانا وانت بنتناقش في الموضوع ده كتير، انا ممكن اختلف فنيا مع اي حكم لكن لا اتطرق لذمته. اكيد ما يؤديش الى اي شيء ان انا اطلعه. يعني مثلا انا لومت كتير جدا الكابتن محمد عادل في لقاءات تلفزيونيه ومعاك حتى بشكل شخصي على ماتش الاحتواء بتاع 5-3. 5-3 صحيح، لومت كتير جدا ولومته في كذا ماتش، بس فنيا 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 بمعنى ايه؟ حب نفسك. وهو حكام كتير جدا تستحق مكان اكتر بكتير جدا من المستوى اللي هم فيه. هو مستواهم بره غير هنا خالص. مثلا انا كنت لسه اقول لك امم افريقيا الاخيره الحكام المصريين وصلوا لحد فين؟ ابدعوا لغايه سيمي فاينل. يبقى اذا المشكله فين؟ في المنظومه، مش في الحكام نفسهم. الحكام في تحس صراع اجيال جوه، تحس في صراع في أجيال. ناس اجيال في صح. ناس مش عايزه يوصل مثلا للي وصل له. انا هقول لك ببساطه، مثلا واحد زي جهاد جريشه، جهاد جريشه حاسس ان انا يعني يا رب اكون مش صح، ان هو اتدمر بفعل فاعل، ان هو في ناس وقفت مسيرته عشان ما يوصلش. هو دايما بيقول كده فعلا، هو دايما بيقول كده. انا ماليش علاقه بيه بس انا بحس كده من كلامه الكتير في الحته دي كذا. في ناس موجوده عندك، امين عمر مثلا، امين عمر ممكن تختلف في بعض المباريات ليه، لكن امين عمر كحكم حكم يملك مقاومات جيده جدا. على فكره محمد عادل كان بدايته محمود البنا واحد من اكتر الحكام اللي كل الناس تنبأت ليه وصل. محمود البنا دلوقتي مستواه تراجع كتير نتيجه الضغوط اللي موجوده. الضغوط انت لما تيجي تتكلم دلوقتي تشوف المشهد العام بالنسبه لك يكون ايه. لكن طب مين اللي هيتحمل المسؤوليه؟ هيجي يقول لك مثلا اصل انا دكتور هشام صبري ما اقدرش اتدخل. طب ما انت استقبلت جمال الغندور. هو ده مش استقبلت كابتن محمد فاروق. من يومين كنت قاعد مع مجلس اداره نادي الزمالك، وعلى فكره ده شيء كويس انا مش بلومك. بس ما تقولش كلمه ما بتدخلش وانت بتتدخل. ما انت من يومين كنت قاعد، ولو الموضوع ده ما حصلش اطلع فيه.
لان الجلسه دي اتنشرت، اطلع قول ما حصلش. لكن انت بتقول ما اقدرش اتدخل، طب ما انت قعدت مع كابتن جمال غدر ونشرتها على صفحتك الرسميه، يبقى ما تدخلش. لكن انت شايف المنظومه فيها غلطه في التحكيم وحصلت كارثه تسيء للرياضه المصريه، وانت مسؤول عن الرياضه المصريه كوزير للرياضه، مسؤول لتحسين صوره، انت جزء من مهمتك تحسين صوره الرياضه المصريه بقى خارجيا، يعني جزء من مسؤوليتك. لكن تيجي تقول لي انا ما اقدرش في حزم، ما تقدرش، ده تدخل حكومي في ايه؟ انت بتحافظ على صوره الرياضه. وانت لما قعدت مع كابتن جمال غندور حد قال لك انت عملت ايه؟ لا بالعكس، ده انا بسمي ان انت شايف حكم كبير زي كابتن جمال غندور، الراجل اتكلم مره واتنين على حاجات معانا جبت وقعدت معاه، ده شيء كويس جدا واشترب. فانا اتمنى ان احنا يعني المجلس اللي جاي، مجلس الاتحاد اللي جاي يكون عنده اجنده ان انت ازاي تعمل ملف معين للتحكيم. وجزئيه ان انت تيجي تقول لي اصل انا هجيب عضو مجلس اداره من الحكام، دي يعني فكره عافى عليها الزمن، القصه مالهاش دعوه. كابتن سمير زاهر الله يرحمه، الله يرحمه، ما كانش لاعب كره عظيم بس كان ادارج عظيم. طب هل تتوقع قبل ما اطلع لفاصل تغييرات في شكل المجلس اللي جاي ولا في بعض الوجوه القديمه؟ بص، ما لحد دلوقتي لحد انا قبل ما اجي لك كانت ما فيش حد راح اقدم خالص، كله كلام من بره، كله كلام من بره. فالكلام اللي ماشي ما تيجي تسال اي حد يقول لك والله لسه ما شكلتش، يعني المهندس عمرو اتكلم كلام كتير، المهندس يقول لك انا لسه بشكل قائمه، ما تعرفش الموقف العام بتاع كل الناس. لكن اتوقع ان هيبقى في تغيير جامد جدا في الخريطه بتاعت الانتخابات، لكن لحد اخر يوم، يوم السبت اللي جاي ان كان مش اخر يوم، السبت اخر يوم لحد يوم السبت اللي جاي ما تقدرش تتوقع مين اللي نازل. بس هو قصه قائمه مغلقه دي انا مش متفاهمها بصراحه، مش مصعبه المسائل شويه، مش ما تخليكش مثلا مديها مساحه للناس ان تخش تتنافس. يعني مثلا مع كامل الاحترام لما تيجي مثلا رئيس نادي طلها، عشان ما اقولش اسم حد يزعل مني، ما اتكشف اسم ايا كان، ما هو علاقته بكرة القدم لمجرد انه مسك نادي مركز شباب؟ يعني القصة مع احترام المركز الشباب احنا كلنا من قرى، لكن خبرات الاندية، خبرات غير تماما خبرات مركز الشباب. مش معنى ان انت مسكت مثلا لجنة معينة بقيت خلاص كده عندك الخبرات، القصة مختلفة، انت بتتعامل وتمثل كيان كبير جدا، اقدم اتحاد لكرة القدم في قارة افريقيا، هو اللي مؤسس الاتحاد الافريقي، هو اللي مؤسس الاتحاد الافريقي. فالقصة الصورة مختلفة تماما، لازم نعي المرحلة اللي احنا وصلنا لها. اكيد اكيد. عموما عندنا لسه تفاصيل اكتر، كنا هنروح لتطرق الانتخابات الاتحاد الافريقي، لان الاثنين على فكره مرتبطين ببعض، اتحاد افريقي واتحاد مصري. بكره اخر ميعاد للتقديم وغلق باب الترشيحات في الكاف، الاتحاد المصري لسه مستمر للسبت الجاي، فالمشهد مش بعيد شويه. ولكن انا اتناقش في هذه الملفات وفي موضوعات اخرى تخص النادي الاهلي، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لك يا استاذ عبد الحكيم، ويمكن والحلقه شغاله جات لي استفسارات كتيره واسئله كتيره، بس اهم سؤال عجبني، واحد بيسال بيقول في بدايه الموسم الاهلي خسر بطوله، ومع بطوله السوبر الانتقادات زادت شويه، بس قدر الاهلي يرجع بسرعه ويطلع من عنق الزجاجه. على المستوى الاعلامي والصحفي، انت شفت الفتره دي كانت فتره حرجه، البعض كان بيحاول يضغط فيه على الاهلي زياده عن الحد شويه، ولا الكلام اللي كان بيتقال في سياق موضوعي؟ طب انا عايز ليه بس تعقيب في موضوع الحكام؟ طب اتفضل. ماشي، عشان نختم الموضوع ده، عشان نقفله. ماشي. هي المنافسه بتقتصر على الظلم التحكيمي والعداله التحكيميه بس؟ لا. طيب في حاجات كتيره جدا، يعني انت لما حكم يظلمك عادي، وارد انها تعدي ماتش. لكن المهندس خالد مرتضى كان اول امبارح في لقاء امين صندوق النادي الاهلي، وقال كلمتين الناس ما وقفتش قدامهم كتير كعاده اي حاجه تخص النادي الاهلي. الراجل اتكلم على معايير النزاهه الماليه، دي مهمه جدا. الراجل اتكلم على نقطه مهمه جدا، مصدر دخلك منين؟ وغير كده انت لما تيجي تتكلم، تعالى قول لي ان نادي معين اجمالي الانكم بتاعه مثلا، الدخل بتاعه كرعاه وحقوق وتسويق الكلام ده كله ما يعديش 100 مليون جنيه، وبيصرف مليار جنيه سنويا. طيب انت لو طبقت معايير النزاهه الماليه، المفروض يكون حجم الدخل بتاعه يوصل 900 مليون جنيه. طب هتيجي تقول لي ايه علاقه ده بالمنافسه والكلام ده كله؟ اقول لك النادي الاهلي مثلا بيبقى مضطر يدفع ضرائبه وتامينات وكل حقوق الدوله وكل التزاماته تجاه الانديه والاتحادات المحليه والقاريه في جميع الالعاب، وليس كره القدم لوحدها، رغم ان احنا المفروض ما نتكلم عن كره القدم. مظبوط. الفوارق بينك ما بين الانديه اللي انت المفروض بتاخد الرخصه. وانا هنا سؤالي، اتمنى للناس اللي قعدت سنين تقول لك هو النادي الاهلي ليه ما بيلعبش الاسماعيلي في الاسماعيليه، تجاوب على السؤال ده. كيف تحصل انديه بعينها على رخص مشاركه محليا وقاريا؟ ده على فكره ده عايز حلقات. لا انا عايز مجاوب على السؤال ده بس. انت تعرف ان اصلا كانت في غرامات قبل كده صدرت نتيجه ان انت منحت رخص بالمخالفه للوائح؟ تمام، يعني انت متفق معايا. تعالى النادي الاهلي، لو انت بتتكلم تقول للنادي الاهلي انت اقل نادي من الانديه اللي احنا بنتكلم عليهم، في فرق 600 700 مليون جنيه في السنه.
اديله 500 مليون جنيه للنادي الاهلي زياده على المزاد. ما هو انت حضرتك دلوقتي انت متمتع بحته ان النادي الاهلي بيدفع كل التزامات في الانديه ما بتدفعش، فانت موفر له 400 500 مليون جنيه في السنه. صح، ادي الاهلي ما بيدفعش 500 مليون جنيه في السنه، هيبقى العائد بتاعتها في صفقاتك، في دعمك، في معسكراتك، في الاوبشن اللي تديها لعيبتك، حوافز لعيبتك بشكل معين، في عقود لعيبتك، في استثماراتك في لعيبتك. 500 مليون يفرقوا معاك كام سنويا؟ يفرقوا معاك في قد ايه؟ كتير. يفرقوا معاك في حوز قد ايه؟ فدي لو حضرتك بتتكلمنا على عداله وتنافسيه وحكام والكلام ده كله، كلمنا عن النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا محدش بيتطرق ليها. عداله المنافسه ما بين الانديه التي تنافس على القمه باطل وبهتان وزور، لان انت ده معيار مهم جدا. والفلوس دلوقتي كره القدم فلوس، كره القدم استثمار، كره القدم هي اساسها فلوس. الحته دي غابت على فكره. بص على الحوار كله بتاع المهندس خالد مرتجي، النقطه الوحيده اللي محدش تطرق لها هي النقطه دي. عارف ليه؟ اللي بتوجع، بكلمك جد والله بتوجع. كل الحوار بتاع المهندس خالد مرتجي الناس مسكته في وصصته كلمه كلمه، ما عدا ال 20 ثانيه دي. رغم ان ال 20 ثانيه دول تبنى عليهم صناعه رياضه وصناعه كوره، تبنى عليهم بطولات حرام كتير، مش منافسة، بطولات. اوكي، بطولات زي ما بيقول سيد رجب، بطولات. انت فاهمني؟ تبني عليهم كتير جدا والله بكلمك جد. نرجع بقى للنقطة اللي انت كنت بتتكلم فيها. بداية الموسم والمناقشة لنتائج الاهلي، هل كانت مناقشة موضوعية ولا كان الهدف منها انك تخلص على الفرقة بدري بدري؟ لا، هي مش مناقشة موضوعية طبعا. لو انت بتتكلم منطق وموضوعي، النادي الاهلي لعب اتمرن قبل كده قد ايه؟ رغم ان مثلا مع كامل الاحترام جماهير النادي الاهلي حقها زعل تماما على فكره، عشان ما حدش يتكلم. جماهير النادي الاهلي ده العنصر الوحيد في المنظومه التي بمعنى صح هي بتدي بلا يعني بلا مقابل، ورد فعلهم كان جزء من ان الفرقه كمان تفوق شويه. هو اللعيبه نفسها على فكره، كان كابتن حسين الشحات قال امبارح كده مع كابتن شوبير، وكان اللعيبه كلها قالت لك ان احنا كنا مش عارفين. ده طبيعي، لكن انت خسرت بطوله بعد قد ايه؟ انت محقق تارجت السنه اللي عدت واخد مش عارف كام بطوله، انت ما خسرتش غير بطوله واحده، سيبك من دوري السوبر الافريقي، السوبر الافريقي. فانت كسبت كل البطولات، خسرت بطوله، وهذا بطوله من مباراه وضربات الجزاء على فكره، عشان بس ايه تكمل الجمله، بطوله من مباراه وضربات جزاء. لكن هي قدام المنافس التقليدي بتاعك اللي هو الزمالك، صعب على جماهير النادي الاهلي، وده بوضوح. لكن تعال بص التناول الاعلامي، انت طلعت القط الفاطس في فرقه النادي الاهلي. مارسيل كولر اللي حقق 90% من بطولاته اصبح مدرب فاشل. ده 11 بطوله لغايه دلوقتي في ظرف سنتين. اصبح يا استاذ محمد مدرب. التقييم هنا يا استاذ محمد بيرتبط بالقطعه للاسف. احنا عندنا ناس دلوقتي او بالانتماء مش مختلف معاك في الجمله دي، بس انت المفروض تطلع تتكلم بالحق. انت عارف تقييم جوزيه جوميز، وانا اسف ان اقول الاسماء، بيتقيم على مدى الفتره اللي عملها فيها بانه عمل ايه مع النادي الاهلي؟ كسب الاهلي مرتين، وانه حتى اللي خسروا من النادي الاهلي خسروا بضربات الجزاء. ده سبب بقاء جوزيه جوميز في نادي الزمالك. ده التقييم. النادي الاهلي تقييمه مختلف، وخد عندك اصل والضغوط بقى اللي بتتصدر. انا على فكره بحب نوعيه مارسيل كولر جدا، سبب من قصه اهلاوي ومش اهلاوي، انا بتكلم على مدرب واثق في نفسه جدا. ضغوط بقى لحد السوبر المحلي. مارسيل كولر لو خسر بطوله السوبر المحلي هيمشي. الفرقه لازم تجيب لها 14 لاعب تاني. 14 لاعب، ما هي الفرقه دي جايبه البطولات. طب ما الفرقه دي كسبت السوبر المصري، طب ما الفرقه دي كسبت العين الاماراتي اللي انت كنت بتقول هيجي يدشمل الاهلي بلغه السوشيال ميديا اللي انتوا ماشيين وراها. طب هي الفرقه هي وقفت على رجليها وكسبت السوبر المصري، هل حد بيعتذر عن ما قاله قبلها؟ ثقافه الاعتذار لا خالص، كل واحد بيعمل ان هو نسي، ما قالش بقى خلاص الناس نسيت. بنعتمد على ذاكره السمك. انت لما تيجي تطلع دلوقتي تقول لك اصل امام عاشور في كلام ما ينفعش حد يقوله، اصل كهرباء مش عارف مين، اصل اللاعب الفلاني مش عارف ماله، بتبقى في حمله اغتيالات لبعض اللعيبه في الاهلي طبعا. ولو حضرتك مش وقت كده بقى ده مليون في الميه. وعلى فكره انا بشفق على لعيبه النادي الاهلي، خصوصا اللي بيبقى عنده مثلا مش هقول حساسيه شويه في حاجات معينه. يعني زي امام عاشور. امام عاشور لعب في فتره سابقه في الزمالك، بيبقى عندك الناس بتترصدك صح وباطل. وقعت خناقه عاديه جدا في اي حته بتحصل مع اي حد. مع اي حد على فكره، وهي قيد القانون، مش هتطرق للواقع، بتستغل ضدك ويتضغط عليك في كل حته. انت وصلت لمرحله ان اللاعب ما يقدرش يخرج مع اسرته يروح مطعم. يا استاذ محمد انت متخيل احنا وصلنا لحد فين؟ انت عارف لاعب كوره حصلت مع ياسر ابراهيم قبل كده، بس احنا مشكلتنا بننسى. انا هنا مش عايز اقول لك ان السلوك اللي قام بيه صح ولا غلط، انا بتكلم في شعورك انت. في الاول وفي الاخر لاعب الكوره يا استاذ محمد هو انسان من حقه يعيش حياته الطبيعيه، لكن انت واحد خارج مع اسرته يتوجه له كل الكلام ده. طبعا في لعيبه من النادي الاهلي بتختال معنويا، وعلى فكره لما بيجي يطلع الكلام غلط محدش بيعتذر لك. يعني لو طلع مثلا امام عاشور لما طلع براء، حد اعتذر له من كل الناس اللي اتكلمت عليه؟ لا خالص. حد طلع بعديها عارف كلمه قال لك ايه؟ لا تعقيب على احكام القضاء. ايوه، طب ما انت كنت القضيه منظور كنت بتعقب عليها ليه؟ ليه في وقعه الشحات والشيبي؟
مثلا نفس الناس اللي كانت بتكتب وبتشعل الازمه اول ما حصل الصلح، ان الاقي بوست حتى يعني يثني على الموقف ولا واحد كتب. مفيش يمكن عشان بس ابقى صادق في التصنيف، مفيش غير اتنين او ثلاثه اللي قالوا ان النادي الاهلي احسن او عاقب او عظم من عقوبه الشحات لانه مدرك الخطا. النادي الاهلي كان مدرك الخطا. هو في حد هو النادي الاهلي لما كابتن سعد عبد الحفيظ عمل عقوبه 300,000 جنيه وهي واتضاعفت، وهي بالمناسبه عشان بس الجمله دي مهمه جدا، ان دي صلاحيات مدير الكره في اللائحه. الحد الاقصى، هي 150 عملها 300. لما راحت لجنه الكره لا قالت لك يا باشا 500,000 جنيه لازم ترجع هنا تسمي الموقف النادي الاهلي. طب اللعيبه اللي تجاوزت في حاجات ثانيه هل حد تطرق لها؟ بلاش دي خالص. تعال قول لي دلوقتي ناصر ماهر في مباراه السوبر المصري النهائي تجاوز في حق حكم، لا اتحطت في تقرير لجنه المسابقات ولا لجنه المسابقات ناقشت الموضوع؟ كان احمد الغندور الحكم الرابع، ولا حد نادي عاقبه ولا اي حاجه خالص. انت بتتكلم على مباراه لسه ملعوبه من شهر، ده في مباريات اتلعبت من شهرين ثلاثه لغايه دلوقتي ما طلعش فيها قرار. هي شهر دي فتره كبيره قوي يا استاذ محمد. لا انا بتكلم على دي وعلى قبلها كمان، يعني مش دي بس، ما انت عندك مباراه الاهلي وبيراميدز، عندك مباراه الزمالك والمصري، عندك مباراه الاهلي وزاك في الفاينل بتاع كاس السوبر في الامارات. طيب فين القرارات؟ يبقى انت بتوصل لمرحله ايه بقى؟ ان انت في ترصد لعيبه النادي الاهلي. حسين الشحات لحد اول امبارح الراجل بيتصالح، يعني انت المفروض تسمن الصلح وتنسى. يطلع يقول لك ايه؟ طب ما كان من الاول يا عم، خلاص بقى الراجل صالح والدنيا يعني خلاص بقى، المفروض انت وصلت المرحله خلاص الدنيا. طيب صفيت. اجري معاك بسرعه عشان وقتنا. قرارات لجنه الانضباط هي صدرت ولا ما صدرتش؟ هي صدرت وما صدرتش. بمعلوماتك يعني صدرت وما صدرتش؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت كلجنه انضباط اخرتها فترات طويله جدا. وبعدين طلعتها في اخر 15 يوم بعقوبات كبيره جدا. فوق ما تتخيل. طب هل اتحاد الكره ليه سلطه انه يعلن او ما يعلنش؟ المفروض هو يعلن. بس انت صبرت. طب هل مروان حمدي ما كانش مؤثر في فوز بيراميدز بكاس مصر؟ كان مؤثر. حلو. هتيجي تقول اصل البطولات، ده على فكره كلام خاطئ انك تقول البطولات مش ما ينفعش اللي توقف هنا ما يتوقفش هنا. لا ده كلام ما ينفعش. اللائحه الانضباطيه تحديدا تسري على جميع المسابقات. حلو. انت تيجي تقول اصل مالوش دعوه كان بيلعب دوري، لا ما هو حضرتك مؤثر. مروان حمدي كان مؤثر، جوزيه جوميز كان مؤثر. طبعا جوزيه جوميز رفض ان يخضع للتحقيق امام لجنه الانضباط. معقولة؟ مرتين تم استدعاءه وما راحش. مرتين تم استدعاءه وما راحش. مفيش حد بيتكلم على فكره. ما هو انا التناول، انت قعدت بقى ايه ايام وشهور بتتكلم في موضوع محمود عبد المنعم الكهرباء وبتحاسبه على اللي مش عارف يقول لك ايه النيه. ان هو الكلام اللي كان بيقوله ده نيته ان يتجاوز في حق نادي الزمالك. وعلى فكره انا من انصار ان اي لاعب حتى لو راح لكذا انه يتعاقب، عشان محدش يقول ان احنا بندافع عن كهرباء. انا بتكلم في جزئيه انت خلي الميزان يا استاذ محمد يمشي كده مسطره. المسطره جوزيه جوميز ما راحش، مفيش حاجه اسمها تقول غرامه ماليه. غرامه ماليه على ايه؟ ده واحد ما لم يقدر استدعاء للتحقيق وتجاوز حق حكم، والحكم كتب ده في التقرير، فانت وشريط المباراه موجود. ده انت المفروض لو انا بتكلم انا العقوبه تبقى 3 أضعاف. ما تقوليش اللائحه، انا املك كل السبل اللي قدامي. اللائحه فيها حاجات كتير جدا ممكن تخليك تعظم العقوبه. اللائحه فيها بند بيديك الحق لو انت شايف نص قانوني مش مطابق للحاله، ليك الحق انك تتخذ قرار بما يتراءى لك للواقع نفسه. وبالمناسبه يا استاذ محمد عشان ما حدش يفسر، احنا بنتكلم على، انا قلت لك كهربا نفسه انت كذا، هو انت كنت قاسي عليه جدا على فكره عشان بس تبقى الامور واضحه. لما قلت لي 6 شهور الكلام ده كله، لكن انا بتكلم هو اخطا بذهاب للجماهير، كان يتعاقب العقوبه العاديه مرتين او 3 مباريات، انت قاسيت عليه جدا. بس انا عايز العداله، نفس اللي حصل هنا تعمله له في وقائع ثانيه كتير جدا، رغم ان انا معترف انه بقول لك ان ده غلط عشان بس ما حدش يحولها ان دي اهل وزمالك خالص ولا بيراميدز ولا اي حاجه. القصه انا بتكلم على عداله وجزء من المنظومه للتحكيم اللي بيحصل لك ده ناتج اللي انت التجاوز ده. هروح معاك، الاهلي عنده جمعيه عموميه نهايه الشهر، وانا عارفك انت بتحب الارقام الماليه الميزانيه والمكاسب، والمهندس خالد مرتجان طلع شرح وقال ان في مكاسب السنه دي جت من فريق الكوره. الارقام الماليه اللي انت بتشوفها وبتتابعها على مدار كل سنه، السنه دي شايفها ازاي؟ ما هو ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، النزاهه الماليه برضه. انت ميزانيه النادي الاهلي 7 مليون 7 مليار 140 مليون جنيه. تبص حجم الميزانيه، تمام، قيمه ارباح الميزانيه قطاع الكوره، ارباح قطاع كره القدم 68 مليون جنيه. يعني ميزانيه قطاع الكوره 68 مليون جنيه ارباح في الوقت اللي فيه انديه تانية بتتكلم في خسائر باعتراف امين الصندوق بنفسه امبارح 3 مليار جنيه. فرق شاسع. 3 مليار جنيه وبيشارك افريقيا وبيشارك دوري والحياه عاديه والحياه لذيذه ومفيش عندنا مشكله في الموضوع. انت هنا يا استاذ محمد، انا كنت في مره معاك في تغطيه لو تفتكر، كنا في تغطيه احد رعاه النادي الاهلي، قلت لك النادي الاهلي كان بيفكر من وقتها
في الرعايه المقبله للنادي الاهلي. ده سيستم ونظام في النادي الاهلي، سيستم ومؤسسيه. الاهلي بيشتغل من سنتين على عقد الرعايه الجديد بتاعه اللي هو 2025، اللي هو في شهر 9 2025، يعني اللي بص من سنه بادئ لحد. تتوقع الارقام هتتضاعف في الفتره الجايه سواء رعايه او بس فضائي؟ طبعا. وانا عارف ان عندك مفاجآت في موضوع البث الفضائي تحديدا. النادي الاهلي بيشتغل على حته ان يعظم الرعايه بتاعته تبقى بالعمله الصعبه، جزء منها يبقى بالعمله الصعبه بالدولار، وبيفكر في التفكير ده وبيحاول يوجد حلول للقصه دي، لانه النادي الاهلي عانى. وعلى فكره ده جزء مهم جدا للدوله، ان انت تشتغل بالتوازي مع فكر الدوله في ادخال استثمار جوه البلد. فالنادي الاهلي بيشتغل بنفس الاطار اللي بتشتغل بيه الدوله المصريه. طيب احنا داخلين على انتقالات يناير، كلام كتير بيتقال في المواقع على موضوع صفقات، انت مقتنع باللي بيتقال ولا لسه شويه؟ خلينا بقى متفقين. لا بص، مفيش حاجه رسمي لحد دلوقتي. مارسيل كولر لحد ما سافر ما قدمش حاجه. يعني كل اللي بيتقال اصلا في المواقع، هو طلع في المؤتمر الصحفي الراجل يعني كان واضح، هجيب صفقات في يناير. قال لك كده، هجيب صفقات في يناير. طب الصفقات اللي جت مش عاجباك؟ مين قال ان مش عاجباني؟ لكن انت قدامك شهرين. في الشهرين دول هيبقى الفيصل فيهم. لكن انا عايز اتكلم بس في نقطه مهمه جدا، كويس انك جاي سريعا عشان لسه هاخد سؤال الحلقه والمشاركات. حاضر. يوسف ايمن، محمود متولي في فتره من الفترات كان قريبا جدا من الرحيل من سنه، واكرم توفيق قبلها برضه، واكرم توفيق، محمود كهربا، محمود كهربا كان خلاص، كان اعتبره مش موجود في الملعب ورجع. يوسف ايمن ماتش لم يكن موفق بسبب ظروف اصابه، ما ينفعش نقص عليه ونقول لك اصل هو بره حسابات مارسيل كولر، ده الناس مشيته خلاص. وعلى فكره حتى لو مشي ده مش مشكله. طب ما انت في انديه ثانيه جايبه 12 صفقه ما نجحوش كلهم، مش ورفعوا قضايا ب 2 مليون دولار و3 مليون دولار، ما حدش بيتكلم. تمام. طيب وقت الحلقه بيجري بسرعه، واستاذ عبد الحكيم بصراحه بيتكلم في تفاصيل كتيره، بس احنا طرحنا سؤال في بدايه الحلقه، محتاجين نستعرض اراء كل الناس اللي شاركت معانا في الاجابه على السؤال، وبالمره هو موجود معانا برضه يشوف تعليقات الناس على سؤال الحلقه. رايكم في اختيارات الكابتن حسام حسن لقائمه المنتخب اللي هتشارك في المعسكر اللي بدا في مباراتي الراس الاخضر وبتسوان. نستعرض مع بعض طبعا التعليقات ونشوف راي الناس معانا. احمد يوسف بيقول الاختيارات فيها صح وفيها غلط زي اي منتخب في العالم، بالتوفيق ان شاء الله. ماشي، ده راي احمد يوسف معانا. محمود صبره بيقول اين افضل لاعب في مصر؟ اين امام؟ اوكي، والنهارده احنا رضينا على جزئيه امام وحسين الشحات. محمد عادل بيقول والله هو فين مليون علامه استفهام على عدم وجود حسين الشحات في منتخب مصر، هو المفروض حسين يعمل ايه تاني عشان يروح المنتخب؟ اعتقد النهارده ردينا على جزئيه حسين الشحات. كمان فارس بيقول في لعيبه كتيره اتظلمت انها ما انضمتش، طالما كده كده بيجرب لعيبه جديده كان المفروض في اسماء تنضم. اوكي. طيب ده واحد اسمه ابرز المعجبين. هاشم عبد المطلب بيشارك وبيقول في نواقص كتير على قائمه المنتخب. هاشم يمكن من ابرز الناس اللي بتشارك معانا في الاجابه على السؤال. عطيه محمد بيقول الراجل صاعد وبيجرب وقدام بيكسب، اكيد احنا بندعمه. ده راي ايجابي على السؤال اللي طرحناه. استاذ حكيم في 3 ثواني القايمه كانت تحتاج لعيبه ثانيه، عاشور والشحات ما بينضموش. بص خلينا نتفق ان ممكن يكون هو وجهه نظره في امام عاشور دلوقتي مش محتاجه. تمام. ما فيش مشكله، كان انا عندي علامه استفهام على اكرم توفيق. اكرم توفيق لاعب يستحق التواجد في ظل ان انت في لعيبه ما جبتهاش. تمام. نورتني وشرفتني، سعداء بوجودك معانا، ودايما باذن الله تنورنا في برنامج التراجع. دايما ومتالق. شكرا جزيلا. فقره حواريه كانت مهمه جدا، تناولنا فيها ملفات كثيره جدا سواء محليا او قاريا، والحلقه كمان كانت فيها تفاصيل مهمه، الاعلان عن قرعه مونديال الانديه في امريكا تاكيدا للي انفرضنا بينا في برنامج الترند يوم 5/12، طواقم التحكيم لمباريات الاهلي في دوري الابطال، تفاصيل كثيره جدا، لكن بالتاكيد كل يوم هيكون عندنا الجديد في برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد. شكرا والى اللقاء.